سي زعيم ديال البار هاد الزعيم اللي تولى وزارة العدل أصبح غير قادر على أنه يمشي في إصلاح منظومة العدالة وعلى أنه يحقق التوازن وخرج للمحامين واحد المشروع كيخلي المحامي مسكين ما قادرش يدافع حتى على المواطن ما يدافع حتى على راسك وأطلق الهيمنة للقطاعات التي تهيمن على قطاع العدل والمغاربة والعالم كيعرف على أن منظومة العدالة إلا ما كانش فيها التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق السلطة الأخرى وتكون سلطة قضائية قضاء الحكم سلطة مستقلة ما كاين عدالة وإلا مشات العدالة ما كاين حتى حد ومشى وخلى هذا المشروع ديال قانون المهنة وأنه يعلي بسلطة الدفاع مشى كيقبل 19 ديال المواطنين تصوروا شمن الحيطة نهضروا على السي المراوي معاه في الحيز بوزير التعليم العالي جاوا مجموعة ديال الطلبة من أوكرانيا هاربين من الحرب تصوروا وليداتك وليدات الوطن هربوا من أوكرانيا من الموت وجاوا هربانين من الحرب وإذا بهم كيستقبلهم هذا الوزير المحترم وكيقول لهم إلا بغيتوا حنا الجامعات معنا فين دخلوكم مشيو كملوا في القطاع الخاص بالله عليكم واش هذا حل الأساتذة الباحثين سنوات ممكن ينتظروا مشروع قانون كيحترمهم ما قدرش يعطيهم حتى مشروع قانون ومشى البارح كيقول ودي أنا باغي ندير واحد الشعبة في الجامعة جديدة سميتها ديال الشيخات تصور فين وصلنا الاخوان ديال القطار قال لهم انا غادي ندير شعبه جديده وغادي وانا كنامن ان الشيخات هو تراث كبير وخصنا ندخلوه للجامعات ياك سيدي الا انت جدودك شيخات حنا المغاربه جدودهم عمرهم ما كانوا شيخات جدودنا هو طارق بن زياد حنا المغاربة جدودنا هو علاء بن عبد الله حنا المغاربة جدودنا هو محمد الزياري انت الى جدودك شيخات تمشي بوحدك دير هاد التراث ولا درتي الشيخات وكتفتخر بالشيخات وزدت الشوافات ولا لا دير عرض شعبة ديال الشوافات يقرب حتى هو علم حتى الشوافات حتى هي علم مصيبة جات السيدة وزيرة السياحة في خضم الموسم السياحي ديال المغرب في شهر أغسطس اللي كيجينا داك الشوية ديال الجالية كنفرحوا بها وخلوهم كبصين على الحدود وخلوهم زادوا لهم في الاسعار ديال البواخر ديال وسائل النقل الدوليه وخلات هادشي هذا مشى دوز بلونجي في زنجبار تصور شهر زنجبار مخليه دوله على قدها وهي وزيره سياحه باش دير البلونجي في زنجبار مخليه بلادها مخليه المناطق كتقول حتى انا بغيت نرتاح بغيت بلونجي واش بالله عليكم كاين شي مسؤول حكومي في دولة فيها أزمة في دولة خارجة من الكوفيد في دولة عندها الجالية خصها اللي يستقبلها وكتخلي هادشي كامل وتمشي للكوفيد لزنجبار دير لهم دعاية شغل نسميو هذا إلا سميناه خيانة للبلاد وخيانة للوطن وانعدام ديال الوطنية وزيرة الطاقة اللي عولنا عليها أن تضبط سوق المحروقات شفناها كتبكي ما قادراش وكتبكي زعما غادي نتعاطفوا معاك كتبكي لانك بينتي انك عاجزه مع التدبير وعن المواجهه اللوبيات وانك وزيره عاجزه من اللي بكاوك انا كون كنت بلاصتك كنت غادي ندير برؤساء الشركات كلهم الحبس وغادي نقول لهم جيبوا لينا 17 مليار ريال وبغاو يجروا عليا من الوزاره يجروا عليا جيتي كتبكي زعما غتعزي المغاربه البكاء علامة العجز خصك تمشي بحالك
وزير التعليم بن موسى. شوفوا الاباء والامهات في الدخول المدرسي واش يقدر يضبط الاسعار ديال المواد المدرسيه. شوفوا المسطره كيفاش انتقل الثمن ديالها من 2 دريال الى 2 دراهم. شوفوا القلم شحال ولا. شوفوا البيكار، شوفوا الالوان، شوفوا الدفاتر شحال ولا. ما قدرش يواجه اللوبيات ديال المطابع اللي كل مدرسه عطيها طبعه شكل والمقررات ما شد راس ولا رجل. وهو اعلان فشل ماشي ديال وزاره التعليم فشل فقط، اعلان فشل ديال مشروع النموذج التنموي. وإلا كان حمد عليها الله شي حاجه هو انني لم اشارك في ذلك المشروع وما قدمتش المشروع ديالي، لانني كنت عارفك انك غادي تعطيه السفيره ديال فرنسا قبل ما تقدموا لجلاله الملك. ومن ذاك النهار اللي عطيت السفيره ديال فرنسا ما كانتش ذاك النموذج الربح ولا كانت فيه البركه، لانكم انتم واحد النماذج ديال المسؤولين اللي مطبعين مع الفرانكوفونيا. وملي خرجوا الشباب كيقولوا على هذه الحكومه ان ترحل وعلى رئيس الحكومه ان يرحل، ولقات الجماهير والمواطنين عبر الفيسبوك راسهم بوحدهم باستثناء الحزب المغربي الحر، الحزب الوحيد اللي وقف الصف ديال المواطنين. ما فتره انتخابات ما فتره كنطلبوا شي حاجه، فقط قلنا انه ما يمكنش هذه البلاد تسير بلا معارضه، ما يمكنش شي حد يقول كفى من هذا التخربيق. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.